معنا مشاهدينا الكرام من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، مرحبا بك. إذن الأنباء تتحدث عن استيلاء الوقف الشيعي على عقارات تابعة للوقف السني مملوكة لوزارة الأوقاف السابقة. ما تفسيرك أستاذ لبيد لاستمرار تلك الإجراءات من الوقف الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الذريعة التي يقدمها أو الحجة التي يقدمها جماعة الشيعي لهذا الإجراء أو لهذا العمل هو يقولون أن هذه الأوقاف أو العقارات ما زالت مسجلة باسم وزارة الأوقاف السابقة ومديرية الأوقاف العامة. نعلم أن الوزارة التي كانت تدير شأن الأوقاف وهذه العقارات هي وزارة الأوقاف السابقة إلى حين سقوط النظام السابق ومجيء الاحتلال، قوات الاحتلال والحكومة التي ألفها الاحتلال، وقسمت الوزارة إلى ديوان للوقف السني وديوان للوقف الشيعي، وهذان الديوانان مرتبطان مباشرة برئيس الوزراء. العقارات والأوقاف التي كانت مسجلة باسم وزارة الأوقاف هناك قسم كبير منها لم ينقل إلى الديوان السني أو الديوان الشيعي، وهذا والذي حدث، وهذا بالحقيقة كان سائد في محافظة بغداد ومحافظة ديالى ومعظم المحافظات السنية. تقاعس الوقف السني في نقل تسجيلاتها من الوزارة إلى الوقف. نعم. ذاتي إما تقاعس وإما تواطأ بالحقيقة، وأنا أعتقد وأميل إلى أن الوقف السني قبض رشوة مقابل تقاعسه هذا أو فعل التقاعس. أيضا ما دور الميليشيات، عفوا دور الميليشيات في هذه الإجراءات؟ الميليشيات بالحقيقة الإجراء هو بالحقيقة في جوهره في ظاهره أنه هي كانت مسجلة باسم الوزارة وأصبحت واستولى عليه والوقف الشيعي باعتباره باسم وزارة وسجلها باسم الوقف. لا هذا، لكن جوهر الموضوع بالحقيقة هي مسألة هيمنة طائفية. نحن نعلم أن الأجواء الطائفية السائدة في البلاد نتيجة كون أن العملية السياسية من أساسها عملية قائمة على المحافظة الطائفية، والحكومة بالحقيقة طائفية وتزداد شراسة طائفية، وأصبحت مسلحة بأدوات قمعية ومسلحة بأسلحة متطورة وتتمثل بالميليشيات. فإذا الميليشيات هي التي تحمي الطائفة. النظام الطائفي يعني بكل بساطة أن هناك طائفة قوية وهناك طائفة مستضعفة، والحاصل هو هكذا أن هناك طائفة مسلحة بميليشيات وهناك طائفة ضعيفة مهلهلة لا حول ولا قوة لها، وأصبحت في الحقيقة هي حتى هذه الطائفة أصبحت كثير من ممثليها السياسيين أو معظم ممثليها السياسيين والنواب خانوا طائفتهم وخانوا، وبشكل أخص مدينة الموصل خانوها. نعم. يعني النواب الذين تشدقوا وتحدثوا عن ضد هذا الموضوع هم نفسهم النواب الذين صفقوا ووقفوا إلى جانب قاسم سليماني القائد بعد الحشد الشعبي الذي انتهكت قواته مدينة الموصل وخربتها واحتلتها ونفذت وبسطت سيطرة الميليشيات التابعة لهذا الحشد على كامل المحافظة سواء كانت الأوقاف أو غير الأوقاف. إذن كيف ستؤثر هذه الاعتداءات على أوقاف طائفة معينة؟ كيف ستؤثر في السلم المجتمعي؟ المراد حاليا بالحقيقة إذا ربطنا هذا الواقع بالأجواء السائدة حاليا من صراع فيما بين أمريكا وإيران بسبب أزمة الملف النووي، أصبحنا تقريبا متأكدين بأن أمريكا لن تشن هجوما عسكريا مباشرا على إيران. أمريكا تميل إلى احتراب في داخل العراق لاستخدام العراق كساحة حرب، وتستخدم أدواتها ضد أدوات إيران، يعني لا يكون هناك حرب مباشرة. الأدوات الأمريكية يعتقد يفترض أن الأدوات الأمريكية تتمثل بحشد عشائري أو بفصائل سنية، ولذلك إيران تريد أن تفجر حالة عنف طائفي وفتنة طائفية في البلاد لكي تستبق الأمور وتقطع الطريق على حالة صراع بين أدوات أمريكية وأدوات إيرانية، وتفتعل ربما تقود هذه الفتنة لا سمح الله إلى حرب أهلية جديدة. وهناك ذريعة جاهزة هي ذريعة الإرهاب، رغم انحسار داعش، لكن هناك من يقول بأن هناك إرهابيين وهناك
بيعة جديدة لداعش في الموصل، يستطيعون أن يخلقوا ألف ذريعة وذريعة من أجل أن يبرروا حالة عنف طائفي وإشعال فتيل أزمة طائفية من جديد. أيضا إلى أي مدى يمكن ربط هذه الإجراءات بمحاولات التغيير السكاني التي تقوم بها الحكومة في بغداد وميليشياتها في محافظات معينة في العراق؟ عملية التغيير الديمغرافي على أساس مذهبي لم تتوقف، وقد بدأت كما نتذكر منذ بدايات الاحتلال. الشحن الطائفي مستمر منذ البداية ومتصاعد بوتائر هندسية متوالية ولن تتوقف، وكان هذا التغيير الديمغرافي مصحوب بمجازر دمويه كما نعرف، وبحرب اهليه، وبكل سهوله في العراق بكل سهوله يمكن تفجير فتنه طائفيه. كما نتذكر تم تفجير الحرمين في سامراء، واشتعلت استمرت اكثر من 3 سنوات، وبذريعة داعش تم تهديم أكثر من محافظة وعشرات المدن في المحافظات السنية. وبعد أن انتهت كل هذه الموجة داعش والحرب على داعش، بقيت الميليشيات الطائفية مهيمنة وتسيطر وتبسط نفوذها على هذه المحافظات وتجري وتقوم بعملية تهجير واستيلاء على أراضي وعلى بيوت وعلى أموال. من مالمو عضو التحالف الوطني للمعارض لبيب الصميدعي، شكرا لك.